ألتزم بالاعتماد على النخب والكفاءات الوطنية لحل بعض المشكلات الثقافية والتاريخية التي لا يمكن أن تحل في إطار سياسي ولا إيديولوجي متشنج. طبعاً مراجعة قانون الانتخابات، لأننا نبحث اليوم على الصيغة الأمثل في النظام الانتخابي، وهذا لا يتم إلا بالمشاورة مع كل الأطراف، مع كل الفاعلين في الحياة السياسية. ونطمح طبعاً من وراء هذا ضرورة إدراج مبدأ عدم قابلية العهدات الرئاسية للتجديد لأكثر من مرة واحدة ضمن الثوابت الدستورية. الالتزام الثاني ويتعلق بالعدالة، هو عدالة مستقلة وحامية للحريات الفردية والجماعية، ويتضمن 10 إجراءات عملية. الإجراء الأول وهو أن تكون هناك إجراء تعديلات تشريعية ودستورية لضمان استقلالية المجلس الأعلى للقضاء، تمكين المرأة من الوصول إلى مراكز صنع القرار. أنا قلت قبل قليل، لا يجب أن ننتقل من المرأة من سياسة الواجهة إلى واجهة السياسة، بمعنى أن المرأة هي فاعل أساسي في المجتمع. كان هناك مشروع متعثر، نحن نريد أن نكرس هذا المشروع بالآليات الجديدة والتقنية التي يجب أن تحق، وهو إطلاق برنامج الحكومة الإلكترونية. طبعاً لابد من الالتزام بإجراء إصلاح عميق للنظام المالي لتمكين البنوك من التكيف مع النماذج الجديدة وعصرانة أدائها.